اهلا بيكم معانا على جي اس ار عربي تعلم الايطاليه ودرس جديد من دروس تعليم اللغه الايطاليه والمستمرين معاكم في كتاب فاتشيلي اد زيرو للمبتدئين في اللغه الايطاليه وموجودين في الوحده الرابعه اونيتا كواترو وموجودين في ايزرشيتسيو نومرو 18 او تمرين رقم 18 وهو بعنوان سكريفي الفيربو نيلا فورما جوستا. سكريفي الفيربو نيلا فورما جوستا يعني اكتب الفعل الفيربو نيلا فورما جوستا في الصيغه الصحيحه. تعالوا نشوف مع بعض لترا ا الفعل اللي فيها او الفيربو اللي فيها كوتشيناري. كوتشيناري من الافعال اللي تنتهي بآر، وطبعا احنا عرفنا تصريف الافعال اللي تنتهي بآر واخدناها اكتر من مره، بنشطب النهايه اللي هي آر وتوضع النهايات الاتيه مع ايو او مع تو اي مع لوي ولاي ا مع نوي يامو مع فوي اتي مع لورو آنو. تعالوا مع بعض نصرف الفيربو كوتشيناري ونشوف كوتشيناري يعني يطبخ. ايو كوتشينو انا اطبخ، تو كوتشيني انت تطبخ، لوي كوتشينا هو يطبخ، لاي كوتشينا هي تطبخ او لاي حضرتك كوتشينا تطبخ، نوي كوتشينيامو نحن نطبخ، voi cucinate انتم تطبخون، loro cucinano هم يطبخون. تمام، يبقى هنا الجمله معانا io non cucino mai. io non cucino mai انا لا اطبخ مطلقا. io non cucino mai. طبعا لما نحب ننفي اي فيربو بتوضع كلمه non قبل الفيربو متصرف، يعني الفيربو بيكون متصرف ونحط قبليه كلمه non. هنا في عندنا الفيربو في لترا بي الفيربو lavorare. lavorare بمعنى يعمل، نصرفه مع بعض lavorare. io lavoro tu lavori lui lei lavora noi lavoriamo voi lavorate loro lavorano. تمام، طبعا بمعنى يعمل. هنا بيقول voi lavorate anche la domenica، يعني انتم بتشتغلوا كمان يوم الاحد. voi lavorate anche la domenica. بعد كده لترا سي عندنا الفعل كوتشيناري مرة تانية اللي احنا صرفناه قبل كده، يبقى هنا هنقول ميا مادري كوتشينا عشان هي لاي. ميا مادري كوتشينا مولتو بيني، ميا مادري كوتشينا مولتو بيني. بعد كده عندنا لترا دي الفيربو لافوراري صرفناه قبل كده، يبقى نوي لافوريامو. نوي لافوريامو in un ristorante في مطعم، احنا بنشتغل في مطعم. لترا ا الفيربو studiare. studiare بمعنى يذاكر او يدرس على حسب الجمله ما هتيجي. نصرف مع بعض الفيربو studiare. io studio tu studi، بنكتفي بالاي اللي موجوده في الفيربو نفسه بعد ما نحذف المقطع are. io studio tu studi lui lei studia noi studiamo voi studiate loro studiano. تمام، هنا الجمله i ragazzi studiano un'ora al giorno. i ragazzi studiano un'ora al giorno. i ragazzi الاولاد studiano بيذاكروا un'ora al giorno ساعة في اليوم. بعد كده عندنا الفيربو imparare. imparare بمعنى يتعلم. imparare هنا io imparo tu impari lui lei impara noi impariamo voi imparate loro imparano. هنا الجملة معانا voi imparate in fretta. voi imparate in fretta يعني انتو بتتعلموا بسرعة. voi imparate in fretta. بعد كده في معانا الفيربو costare. costare بمعنى يكلف. costare costare طبعا costare هنا هي اكتر طبعا بتيجي مع الاشياء، يعني هو طبعا لما بتيجي تتصرف io costo tu costi lui lei costa noi costiamo voi costate loro costano، بس في الغالب هي طبعا بتيجي مع الاشياء اللي هي بتكلف.
فغالبا بنستخدم منها يعني يا اما كوستا يا اما كوستانو، يعني يا اما حاجه واحده بتكلف يا اما اكتر من حاجه بيكلفوا، تمام؟ يعني اكيد احنا مش هنبيع نفسنا يعني. ولكن هنا مثلا معانا الجمله بتقول لا سكولا، لا سكولا نون كوستا مولتو، لا سكولا نون كوستا مولتو، يعني المدرسه لا تكلف كثيرا. نقراهم كلهم مره واحده. ايو نون كوتشينو ماي، انا لا اطبخ مطلقا. فوي لافوراتي انك لا دومينيكا، انتوا بتشتغلوا ايضا يوم الاحد. ميا مادري كوتشينا مولتو بيني، والدتي او امي بتطبخ كويس جدا. نوي لافوريامو ان اون ريستورانتي، احنا بنعمل في مطعم. و اي راجاتسي الاولاد او الشباب، ستوديانو بيذاكروا اونورا الجورنو، ساعه واحده في اليوم. وفوي امباراتي ان فريتا، يعني انتوا بتتعلموا بسرعه. ولا سكولا نون كوستا مولتو، يعني المدرسه لا تكلف كثيرا. Esercizio numero 19 أو تمرين رقم 19. completa، completa يعني أكمل. هنشوف مع بعض أفعال تانية زي الفعل mangiare، mangiare يعني يأكل، طبعا بنشيل النهاية اللي هي are ويتبقى لنا mangi زائد النهايات اللي احنا هنحطها. هنشوف مع بعض، يبقى هنا هيكون معانا io mangio، tu mangi، lui lei mangia، noi mangiamo، voi mangiate، loro mangiano. Mangio mangi mangia، mangiamo mangiate mangiano. ومعانا الفعل imparare، imparare بمعنى يتعلم، زي ما قلنا هيبقى impar والنهايات اللي احنا هنضعها، يبقى io imparo، tu impari، lui lei impara، noi impariamo، voi imparate، loro imparano. Imparo impari impara، impariamo imparate imparano. تمام. معانا اخر فعل هنا معانا، هو الفعل او الفيربو studiare، studiare يعني يذاكر او يدرس، طبعا احنا قلناها قبل كده، هنشطب النهاية اللي هي are، وهيتبقى لدينا المقطع studi. io studio، tu studi، lui lei studia، noi studiamo، voi studiate، loro studiano. Studio studi studia، studiamo studiano. تمام. وبكده بنبقى خلصنا درسنا النهاردة من كتاب فاتشلي اد زيرو، ونكمل معاكم ان شاء الله في المرات القادمة. وتابعونا دايما على جي اس ار عربي قناة اليوتيوب، او على تعلم الايطالية جي اس ار عربي صفحة الفيسبوك. شكرا لكم.